السلام عليكم الخوت، وصلنا دابا للنمبر او. او كتعني اكسبونونسيال اكسبونينشال، وهي اهم ديريفاتيف فورمولا، يعني اهم داله للاشتقاق. الخوت بان لي هاد الدرس هذا مزيان، ولكن حنا غادي ننتقلوا نمشيو نشوفوا اكسبونونسيال شنو كتعني بالضبط، حيت هو ما كيشرحش اكسبونونسيال ولكن كيشرح شنو المميز في اكسبونونسيال. داكشي علاش نمشيو نفهموا اكسبونونسيال شنو هي، وغادي نرجعوا لهاد الدرس هذا. المهم الاخوه، اهم حاجه خصك تعقل عليها من اكسبونونسيال هو بانها كتعني ان كتجي اول حاجه كتجي في الدماغ ملي كتسمع اكسبونونسيال هي بان كتعني النمو المتسارع. المهم بالنسبه للفيديو، هذا فيديو هاد السيد هذا تيقري مزيان ماتيماتيك، سميتو ايديبو، فيديو ديالو واعرين، وهنا يشرح لنا اكسبونونسيال وير دوزيت كوم فروم، زعما منين تجي. المهم الخوت، دابا حنا الدالة الأسية، عندنا دابا مثلا إكس أس إتنان، الدالة اللي في إكس أس إتنان مثلا كتكبر بحال هكا ياك، و إكس أس ميتين مثلا إكس أس ميتين كتكبر مثلا بحال هكا، كتكبر بالزربة، فهمتوني. ولكن أجي نشوفو الدالة إكسبونونسيال، الدالة إكسبونونسيال هاديك حتى شي حاجة ما كتكبر اكثر منها هي او اسرع منها هي، حيت هي فيها كنديروا شي حاجه مختلفه وكنستخدموا هذه القاعده هذه. هنا غادي نضرب مثال، الا كانت عندك 5 دولار، المهم قال لك دابا مثلا عندك 5 دولار في البنك، غادي الانتغلي تزادوا عليك في 5 دولار كيتساوى، ولا كانت عندك مثلا 1 دولار في شي بنك و 1 دولار في شي بنك و 1 دولار مثلا 1 دولار في شي كونط و 1 دولار في شي كونط 1 دولار في شي كونط. هنا دابا غادي نفترضوا بان الانتغلي الى مثلا كيجيونا من البنك، الى حطينا 1 دولار غيجينا 100%، يعني دوبل يجينا 100% ديال الربح. وهنا دابا غادي نطبقوا القاعده ديال ا تساوي 1 زائد ار اس ان. قالك مثلا عندنا مثلا كان عندنا 1 دولار وجينا لانتغالي هما، مثلا شنو غادي تولي؟ تولي 1 زائد 1 الكل اس 1 تساوي 2، يعني غادي يجينا 2. المهم باختصار الاخوه، بقيت نتبع مع الفيديو حتى سالا. النمبر اي يعني اكسبونونسيال هي الحاجه ملي كتكبر بعلاقه على السايز ديالها، بعلاقه ديال السايز ديالها اللي بدات به. مثلا دابا هنا 1 دولار غادي يكبر، قلنا شنو قلنا؟ العلاقه هي 1 زائد اخ اس ان ياك. دابا مثلا خدينا مثلا ارقام، هنا في الاول خدينا 2، هنا خدينا 12، هنا خدينا 365. مثلا علاش حتى جوج مثلا حسبنا جوج مرات، هنا 12 مرات مثلا كتكبر 12 مره، فهمتيني؟ 365 كتكبر 365 مره. شنو درنا 1 زائد 1 على 2 اس 2 بحال هكا. الا ما بانش انا غادي نعاود نكتبها لكم. مثلا درنا 1 زائد 1 على 2 اس 2، المهم خرجتنا شنو خرجتنا؟ خرجتنا مثلا 2.52 يا 25. المهم ملي درنا 1 على 12 خرجت لينا 1 على 61، 2.61. المهم بقات كتكبر، حنا واخا بقينا كنكبرو الرقم هنا بزاف، كنكبروه بزاف، كيخرج لنا واحد الرقم هذا غادي وتيكبر وما تيكبرش بزاف، يلاه توصل لينا مثلا ملي كندير مثلا 365 توصل ليا 2.714. ملي درنا مليون خرجنا 2.718، فهمتيني؟ وشويه هو يحبس حتى ولا تيخرج ليا الرقم اي، تيخرج لي فيما كدير انت، واخا دير ما لا نهايه شنو غادي يخرج لك؟ غادي يخرج لك الرقم اي. وهذه منين جاتنا الرقم اي. المهم الخوت اللي كسول على شنو هو ان، هذا هو ان هي شحال مره حسبناها، و اخ هي 1 على شحال مره حسبناها. المهم الخوت اللي كسول على اكسبونونسيال نمبر اش شحال كيساوي بالضبط،
وكسوا احتراق طويل، ولكن مثلا عندنا هاد الرقم بجوج فاصلة سبعة واحد تمنية، نحاول نكبر باش نبينو ليكم. المهم راه غبر شتو خويا، هو هذا الخوت جوج فاصله سبعه واحد تمنيه جوج تمنيه واحد تمنيه جوج تمنيه ربعه خمسه تسعه صفر ربعه، وانت غادي هو رقم طويل، هو كونستانت. كونستانت يعني ما كتغيرش، يعني كل الطرق تؤدي اليه، مثلا بحال رقم بي. والخوت تذكروا معايا القاعده هذه، او اكسبونسييل هو الرقم ديال عدد التناسب او النمو النسبي او الانحلال النسبي. مثلا قالوا الانحلال النسبي، واخا ما نتفقش معاهم. المهم الخوت نسدوا هذه الحلقه هذه حتى الحلقه الجايه ان شاء الله.